تعتبر المؤتمر يعني مكان و يعني منطلق جيد لطرح قضايا العالم الإسلامي والتي تواجهها الأمة في هذه المرحلة بالذات؟ أتصور الموضوع الأهم التي ربما تهتم فيها طهران وتؤكد على ذلك وتجعلها في أولويات سياستها الخارجية كما كانت في السابق القضية الفلسطينية، ونحن نعيش يعني الذكرى 62 للنكبة، وهناك كما نعرف يعني ضغوط متواصلة على الشعب الفلسطيني على تغيير الهوية الفلسطينية على تهويد القدس، وهناك قضايا أساسية تواجه الشعب الفلسطيني. أتصور هذه هي منطلق أساس للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني، إضافة إلى ذلك موضوع الهيمنة الأمريكية أو الغربية على المنطقة وعلى الشعوب الإسلامية، هذه بعض الدول الإسلامية، هذه قضية تعتبرها طهران أساسية ولمواجهة هذه الهيمنة التي مع الأسف تجعل الأمة الإسلامية الدول الأوروبية والأمريكية خاصة، وهذا ما نلاحظها من تأثير كبير بما يتعلق بموضوع الاستثمارات، بما يتعلق بموضوع الأزمات الكبيرة التي تعانيها الأمة بسبب الاستغلال السياسي والاستغلال الاقتصادي من قبل الدول الغربية. فأتصور يعني كما أشار الزميل هناك يعني في نوع من الازدحام في يعني القرارات أو في المطالب التي يجب أن تدرس في هذا المؤتمر، لكن معالجة هذه القضايا بحاجة إلى وقت أوسع وبحاجة إلى إرادة سياسية قوية يجب أن تنبع من صميم المجتمعين والمؤتمرين هناك، وهذه ما تطالبه طهران. سيد خميار، سأعود إلى دوشنبي مع موفد قناة العالم نويد بهروز. هل تبلورت معالم البيان الختامي لهذا المؤتمر؟ من المتوقع كما تعرف في الساعات القليلة القادمة تختتم أعمال هذه الدورة، هل اتضح شكل البيان الختامي وأبرز النقاط التي سترد فيه؟ نعم، من خلال الكلمات التي وردت في هذا الاجتماع يمكن القول بان القضيه الفلسطينيه تتصدر البيان الختامي، بالاضافه للاسلاموفوبيا، موضوع الازمه الاقتصاديه وتاثيراتها على المجتمع الاسلامي والدول الاسلامي كذلك ايضا سوف تكون على جدول اعمال هذا المؤتمر، قضيه العراق وافغانستان والصومال والسودان، كل هذه سوف من المتوقع ان تكون على تكون ضمن البيان الختامي، بالاضافه الى البرنامج النووي الايراني والاتفاق الاخير الذي وقعته ايران مع البرازيل وتركيا. ايضا يبدو سوف يخصص فند لهذا الخصوص في البيان الختامي. هذه الصوره العامه للبيان الختامي، لكن طبعا لم تصدر حتى الان اي تصريحات رسميه او مسودة للبيان الختامي، لكن من خلال الكلمات يمكن تطور الإطار العام للبيان الختامي، وكما أشرت هذه الأمور هي من المتوقع أن تكون على ضمن البيان الختامي المتوقع أن يصدر غدا في ختام أعمال هذه الدورة 37 لإسماعيل الوزاري، وهي طبعا المهم في هذا السياق هو انعقاد هذا الاجتماع ولاول مره في تاريخ منظمه المؤتمر الاسلامي في دوله في اسيا الوسطى في دوشنبه العاصمه الطاجيكيه، وهذا مؤشر مهم للمنظمه بانها تتوسع وهناك تضامن بين كافه الدول الاسلاميه لتوسيع رفعه عمل ونشاطها في مختلف الدول الاسلاميه، والان تتمركز في اسيا الوسطى وفي العاصمه التاريخيه دوشنبه، وهي من البلدان المهمة الإسلامية التي ساهمت في بناء التراث والتاريخ الإسلامي العريق. موفد قناة العالم إلى دوشنبي نويد بهروز، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. سيد معيد مناع، أعود إليك مرة جديدة حول نقطة قضية فلسطين والقدس كقضية مركزية تطرح في كل جداول أعمال
المؤتمرات العربية والإسلامية. هذه المرة هل من شيء جديد تعتقد قد يتمخض قد يخرج عن هذا المؤتمر وهذا الاجتماع، لا سيما أنه كما ذكر بهروز قبل قليل يعني البيان يتمحور حول قضية مركزية هي القدس؟ من المهم جدا أن نعرف بأن يعني منظمة مثل منظمة المؤتمر الإسلامي في الغالب بياناتها الختامية تخرج شاملة ومتوازنة وهادئة، وتتسم بأنها تحمل توجهات وتوصيات أكثر منها قرارات ذات طبيعة إلزامية. صحيح. هذا يعني أمر مهم. الأمر المهم الآخر هو أن هناك استحقاق يتعلق بالقضية الفلسطينية. لو أخذنا بالاعتبار أن القضية الفلسطينية تمثل الباروميتر للعالم الإسلامي ولمنظمة العالم الإسلامي، فإن الاستحقاق الحالي الراهن الذي يدعم القضية الفلسطينية يزيد من حساسية الموقف عند منظمة المؤتمر الإسلامي، وأقصد بذلك تحديدا موضوع الدولة الفلسطينية ومسألة القدس. هذه الحساسية الزائدة ناتجة عن تصلب الموقف الإسرائيلي الرافض بشكل أو بآخر البحث في إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. الأمر الآخر الذي يعلن جهارا نهارا وبشكل دائم بأن القدس مدينة موحدة عاصمة أبدية لدولة إسرائيل. فمنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية بشكل عام ومن خلفها الجامعة العربية وعموم الدول العربية إن كانوا قد دخلوا إلى عملية التسوية تحت السقف الأمريكي على ضمن في سياق سلام شامل مع الكيان الإسرائيلي، وأبدوا استعدادا ومرونة كبيرتين للتعامل مع هذا الاستحقاق، وقدموا تنازلات لا بأس بها، تنازلات تعد جوهرية من حق القضية الفلسطينية. كل ذلك كان من أجل أو الأمل بالحصول على دولة فلسطينية على أساس الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها شرقي القدس. هذا الثمن الوحيد المهم ولكنه متواضع نسبيا بالنسبة لحجم وزن القضية الفلسطينية. بدأ يعني العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي بدأت تشعر وكأن هذا الثمن المتواضع بدأ يتسرب من بين أصابعها، وإدارة أوباما إن أردنا أن نقول على ضعفها، إن أردنا أن نقول على خجلها، إن أردنا أن نقول بحكم الاستحقاقات الانتخابية الداخلية، على أي غير قادرة هذه الإدارة على فرض إرادتها أو على تلبية رغبات العالم الإسلامي. وبالتالي أنا أتوقع أن يكون هذا المطلب أو هذين المطلبين الدولة الفلسطينية والقدس لهما أولوية، فيهما سخونة كافية، خصوصا أن الجامعة العربية قبل فترة وجيزة جدا حاولت أن تطالب إسرائيل